بكم للمسرات. اهلا وسهلا ومرحبا بكم من خلال الريبسي، مباراه شاطئ النصر وكذلك فريق الصخره. هذه القمه الكرويه لحساب المجموعه الخامسه، كل التوفيق للفريقين في تقديم معمعه كرويه مثيره جدا، وهي كذلك قبل انطلاقها هذه كره خطيره والتصويب مرت سليمه على مرمى فريق الشاطئ. اول انذار مشاهدينا الكرام فوق الميدان، قال اللاعب علي الحداد يرسل كره داخل منطقه الجزاء، استخلاص لصالح شاطئ النصر، والكره والحكم يعود للمخالفه. الله 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 الله، عفوه تقديريه كادت ان تاتي بالمستحيل وتسجيل. يزيد في الغله عبد الله الشباب الشيخ صاحب القامة الفارعة، والكرة داخل الصندوق منتظرة، توزيعة طويلة بالراس واستخلاص من عزام والحارس في المرة الثانية. أول ورقة زمراء مشاهدينا الكرام في هذه القمة الكروية، كرة لصالح الصخرة طويلة وأتي فيها المرة الثانية، مرت سليمة تعود الصخرة على الجهة اليمنى والكرة إلى ربع جنبية. على اليسار اللاعب عبد الله السيد يوزع كرة منخفضة، تعود الكرة من جديد على الجهة اليمنى على الحداد، الحداد اللي وزع والكرة ما زالت على طول على طول، أرادها مباغتة لكن مرت، ربما سيشكل خطر دفع الضريبة. يحيى مرزوق على تنفيذ كرة ثابتة طويلة في الأمام، هنالك رائع هنالك رائع، والسيف يسبق العدل، لولا الرائع فالكرة تعود من جديد من جديد، والتوزيع يا سلام يا سلام، معاذ أبكر أعطى الفارق بكل صراحة، سرعة كهربائية، عملية توزيع، لكن التعامل من هشام عبد الصمد لم يكن بنفس الإبداع. ومرة النصر وفريق الصخرة، تركنا أحداث الشوط الأول بتعادل الفريقين بالتعادل السلبي، على أمل شوط ثاني سيكون مليء بالأهداف والإثارة فوق الميدان. لم يجري كلا الفريقين تبديل على مستوى الخارطة الرئيسية لهذه المباراة. نمر سهراني رقم 20، كرة تلعب في الأمام لصالح فريق الشاطئ، والكرة تمر إلى خارج أرضية الميدان، الحكم يمدد الكرة على الرواق الأيمن، مرتدة سريعة بالخطأ عبد الله السيد، إمكانية التوزيع والسيد مرت سليمة، لا 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 لا، مرت ضربة حرة لصالح فريق الصخرة، احتجاج كبير في منطقة الست ياردات للحارس إبراهيم محمد، كرة أرضية عرضية مباشرة الكرة، لكن الحارس إبراهيم محمد على طول على طول في التصدي، تعود الآن الكرة للسيد والكرة تمر إلى ضربة مرمى، ضربة حرة لصالح فريق الشاطئ، تلعب الكرة بالأمام واستخلاص من عبد الله السيد، يلعب كرة في الأمام والحارس على مرتين، ماذا يصنع إبراهيم محمد؟ كرة لصالح فريق الصخرة، سرعة كبيرة لكن على طول استخلاص دفاعي من اللاعب خير الله المولد، تعود الكرة على الجبهة اليسرى لصالح عباس، عباس يوزع كرة، لا 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 لا، عبد الرحمن جمعة، لا سلام ولا كلام، كورة جول 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 جول،
فعل القناص عبد الباسط ابو زيد. يا سلام يا سلام في الشباك، اقتنص على الهفوة الدفاعية. غريبة وعجيبة، غريبة غريبة غريبة. يا سلام يا سلام، الصخرة يجلب الانتصار من عنق الزجاج، يفجر المفاجأة المدوية بعد تلقي الهدف الأول من الهفوة الدفاعية. تعود الكرة في المرة الثانية، صعبة هي، يريد أن يستغل نفس الهفوة اللي استفاد منها أبو زيد. والسافر النهائية مشاهدينا الكرام للحكم أنس برناوي تعتمد